اي ماما قلنا 3 اشهر قاعدين بين اربع حيطان ما بعرف شو صاير في شيء غريب عم بحسوه الشباب والله العظيم حجن انا ضربتني الكآب والقوق وزاد سكوليوز وختيارت ما كبرت شي 30 سنه ثاني شيء نحن مرحله دقيقه هلا كل واحد بتيجي غني اغانيه بيقعد بده يبرشها 6 ساعات بالتياتر وبالديمو 8 9 ساعات تيجي مزبوط يحفظها وتيجي مدام كارلا يسمعها مزبوط غير هيك بينام وبياكل انسى غرامك شو عم تحكي انت واصلين لفينال شو عم تحكي انت خلص رفايل بليز كثير باللعبه كثير ان ذا جيم يعني كثير بقعد انبسط انا انسى رفايل في كآبه وستريس ضروري تعيشي يا الله انا حاطلع من هون هبيله هد ايه انا ببصم 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 يعني خلاص حنان يا حنان شو هالمرحله اللي وصلنا لها هي شو هالكآبه اللي وصلنا لها خطيره جدا ايه طب لازم نعمل شيء صح ان شاء الله ان شاء الله شو ان شاء الله شو واحد بده يصلي يعمل شيء ان شاء الله على كل شيء ماما طلي شو الله يخليك اذا فيكم تاخذوها اذا انت بتعملي شيء غير انك تطلع تنامي او تنزلي تفتحي الكادويات وتضلك تقريهم 83 مره وتقري كل بلوزه شو مكتوب عليها 1600 مره وتفرجيني اياها 8900 مره وترجع تحت تشوف الالبومات وتشوف فيهم 6753 مره وكل خمس دقائق كل ما تتفركشي في للالبوم ترجع تفتحي تتفرج على نفس الصوره اللي حبيتيها والمكتوب عليها بالتويتر مدري شو وهاشتاج حنونه مدري شو بترجع تقريني اياها ترجعي تطلع بتحطيهم هون بتنزلي بتاكلي تفاحه من بعد ما تاكلي تفاحه وتقشريها وتقصيها بترجعي بتطلعي بتلقط الالبوم وبتفتحي الصور بترجع تطلع عليهم وفي صور انا وياكي وبتعيطي لي رافائيل ليك صورنا شو حلوين واو واو عم تتخيل واو 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 مش عم صدق واو 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 مش عم صدق ترجع تتفركشي ببلوزه الك وبترجعي من الهدايا الجديده بتاخذي صلة على الهدايا القديمة ترجع بتفرجينا نفس البلوزة اللي فرجيتينا جمعة الماضي المكتوب عليها حنان مدري شو مكتوب عليها واو شو حلو ما عم صدق هذا كل بده يصير اليوم